يا صباح الخير، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. وبناء على طلبكم جميعا ان ارجع اعمل ميك اب شخصيات ولبس وكده، فقررت ان انا ارجع بأول شخصية النهارده. لبسها متحمسه له جدا جدا جدا. طب اقروا الفاتحه لابو العباس يا اسكندريه يا اجدعنك. طبعا اخواتي العرب علشان يعني مش هيبقوا عارفين قوي، دي اسكندريه محافظه في مصر. بحر والروقان والهدوء والجمال. الستايل اللي انا هعمله النهارده بتاعهم زمان، هتلاقيه في افلام الابيض واسود، هتلاقيه في مسلسل ريا وسكينه. تخلص الميك اب، انا لبست ده طبعا عشان بهدل براحته، بهدل براحته، المهم الطرح. وبعدين ايه في الاخر بقى نقول لابسين الطقم. لايك وسبسكرايب عشان اعمل لكم سلسله من هذه، ارجع اكمل السلسله بتاعت الفيديوهات لان هي اوريدي موجوده على القناه. يلا نبدا الفيديو. هبدأ الأول برسمة العين، وهستخدم الكونسيلر بتاع فوريفر 52 رقم 4 كبيز للآي شادو. هعمل الجزء ده كله علشان لما اجي احط الفاونديشن بعد كده ما يبقاش فيه حتت، ما جاش فيها ولا فاونديشن ولا كونسيلر، فهاخد الجزء اللي فوق العين ده كله. جبت كل الميك اب وجبت كل حاجة، ما جبتش الفرش. هستخدم الباليت بتاعت اربن ديكاي اللي هي السموكي، هاخد الدرجه دي راحت فين دي، واثبت بيها بقى الكونسيلر فوق عيني على الجسم كله. بعد كده هستخدم اللون البني. قعدت العب شويه في العين دي عشان اعرف انا عايزه اعمل لوك عامل ازاي، او اعمل رسمه العين عامله ازاي. فعملت الاتي بس عشان انا بنسى بسرعه. اول خدت الهايلايتر بتاع ويت ان وايلد وحطيت من هنا اهو. طبعا الهباب اللي تحت العين ده من الاي شادو يتمسح على طول، الاسود اللي وقع ده، عشان كده اخترت اعمل العين الاول ننضف في الاخر. بعد كده من نفس الباليت خدت اللون الاسود وبدات اغمق من الجزء اللي بره. وفي الاسود بالراحه على الاقل من مهلك عشان ما تلاقيش مره واحده بقيتي فاهمه بقى في سواد غريب. خدي حاجه بسيطه وفضلي اعملي بالاسود لحد ما توصلي للي انت الرسمه اللي انت عايزاها او الدرجه اللي انت عايزاها. برسم بفرشه رفيعه عشان الموضوع ما يخرجش من ايدي. اهو ببدا ادخل على جوه كده. هاخد بعد كده الكونسيلر وهعمل الجزء ده هحدده عشان احط فيه لون شيمر فيبقى واضح اكتر. هاخد بقى الباليت الصغنطه الاموره دي اللي انا بحبها وريحتها شوكولاته دي بتاعت تارت، وهاخد الدرجه الجميله دي احطها. بعد كده من الباليت دي بتاعت كلر بوب خدت الدرجه دي وهعمل في الجزء اللي فوق. وبعدين هنضف من تحت عيني بالميك اب ريموفر. اي لاينر بقالي كتير ما استخدمتش الاي لاينر ده بتاع فوريفر 52. كده هرجع عيط على الاي لاينر تاني بعد الرموش. حبيت التركيز يبقى على الرموش عشان هي اللي هتبقى باينه من في حاجه بتهرشني هنا. المهم يعني عايزه اقول لكم ان دي الرموش بتاعت اردل رقمها 601، دي بقى كده فيها اتنين. رموش اردل يعني اكتر حاجه بحبها فيها حرفيا ان الخط بتاع الرموش نفسه خفيف، الرموش الوحيده اللي ممكن البسها طول اليوم ما احسش ان في حاجه على عيني، خفيفه كده وجميله الخط بتاعها وموجوده في الصيدليات. الاثنين مع بعض ب 100 وحاجه تقريبا مش فاكره. ودلوقتي بعد ما نضفت بقى بشرتي من اللي كان واقع عليها هستخدم السكن بوستر بتاع ميك اب فور ايفر. ترشيب هستخدم بعد كده البرايمر بتاع اور جلاس في الحتت اللي فيها يا ابني اهو ده. لو عايزه تغطي الهالات وما عندكيش كوريستال اورنج بتروحي تحطي كونسيلر اغمق من درجتك تعملي بيها الهالات وبعد كده تحطي كونسيلر تاني هيديكي نفس الايفكت ده. من البلد بتاعت ميك اب فور ايفر. عايزاكم تميزوا ما بين ميك اب فور ايفر وفوريفر 52 علشان بتسأل عن الموضوع ده. ميك اب فور ايفر دي براند هاي اند زي ماك كده غاليه، فوريفر 52 سعرها كويس. عايز اعطس.
بعد كده هستخدم الفاونديشن بتاع ميك اب فوريفر، الدرجه بتاعته واي 345. تبع وشي والله. بعد كده هحط الليكويد هايلايتر ده من كيلي علشان ايه، يدي كده لمعه للفاونديشن حلوه. نقطه هون، نقطه هون، نقطه هون. الكونسيلر والكونتور برضو من هنا، دي بتخلص انا بحبها بحبها، وبعدين عشان كريمي تبقى في الجو اللي هو البرد ده تبقى حلو. لما تتزنقي وما عندكيش بلاشر كريمي روج على طول. المهم بقى ايه، كده 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 على طول علشان قبل ما اثبت اتاكد ان مفيش حاجه جوه الخطوط. بحب جدا الفينش بتاع الباليت مع السكين بوستر بتاعها. هثبت كنت اقول هثبت استخدم مع بعض، هثبت الباودر بتاع كيلي بلس باودر. بعد كده هشيل اللوت باودر بالكومباكت زي بتاعت كوفر فيكس اهي كده واشيل. تعالى انا بيت جاي. انت فين يا ابني من بدري، ده انا بصور بقالي كتير. بعد كده هرسم الحواجب. هستخدم الاول الماسكارا الشفافه بتاعت بنفيت دي بدل الصابونه، هي او الصابونه يعني الاتنين بيعملوا نفس الحاجه، الحاجه ده ما بتاكل. بعد كده هستخدم الجل بتاع الحواجب بتاع انجلوت رقم 18. رسمت الحواجب ونضفتها بالكونسيلر. بعد كده هستخدم البرونزر بتاع هولا والبلاشر بتاع جولدن روز اسمه شمال روز رقم 5. هعيد على الاماكن بتاعت الكونتور. يا مشي بتاع الانابيب دي راجل بيبيع وكلهم هينتشروا دلوقتي. استخدمت القلم الكحلي الاسود ده بتاع فوريفر 52 وهرسم بقى ايه نكح على العين. الكنايح دي حرقتني ليه عشان عملت كده، ورسمت من جوه عشان تبقى لين الكحل. الحركة دي حلوة بس غبية مش اي حد يستحملها. وهنزل من بره من هنا كده وهجيب فرشة ما فيهاش اي حاجة واسيح كده شوية. استخدم البلاينر ده وانا حاسه ان هو مدي على احمر او على فوشيا مش عارفه، تبقى اول مره فهنشوف هو لونه ايه اساسا. ده من كلر بوك عشان اقوم البس بقى، اول مره اجربه مش واو. فاكره هيبقى احلى من كده. ناخد بقى الروج ده من فاتن درجه 24 او على فوشيك. هما زمان كانوا بيحبوا الالوان الفاعه فوشيا احمر، الالوان الملفتة دي يا اختي كانوا بيعملوها بدلهم ولا كان في حد بيبص ولا بيتحرش ولا نيلة. جتنا نيلة وحجينا الهباب. امر والنبي امر، قلبت على سمر الخشب ولا لسه؟ ايه رايكم بقى؟ طبعا كان في يعني الطقم ده، انا هوريكم شكل اللي انا لابساه دلوقتي. الطقم ده كان الجلابيه بتاعته اللي هي بتبقى قصيره ونازله كده حته طويله كده ومن هنا الكرانيش كده، بس طبعا كنت هبوظها بالكارينا والبادي القطن والكلام ده كله، فقلت اجيبها من قصيرها واخد واحده ثانيه. خدت جلابيه ثانيه. طبعا اللي هيسالني على اللبس ده، اللبس ده من شارع المعز، وانا هناك لقيت محل بيبيع اللبس ده داخله جايه حلق في هنا كردين اهو فيكوا الخيال. انا عارفه انتوا مش هتشوفوه بس انا حبيت اجيبه عشان اكمل الطقم. استنى اوريه لكم. وما جبتش مانيكير فوشيا نسيت، شكله جميل قوي. حلو قوي.
وبس كده خلصنا اللوك بتاع النهارده. قولوا لي رايكم. انا سجل بتاع الملايه اللحم قفايه دي يخرب بيتك انت مشوفه ازاي. طيب شكرا اهي. متنسوش بقى تقولوا لي رايكم في اللوك وحبيتوا نعمل بقى من الافكار دي كتير ولا لا، وقولوا لي قلبت على سكينه فزمال خشب في سكينه ولا لا، عشان اول ما بكحل عيني كده بقلب لها على طول. واشوفكم فيديو جديد. ما تنسوش اللايك، اللايك لاجل اللي انا عملته النهارده ده. سبسكرايب وشير، واشوفكم في يوم تاني بقى. مش مساعداني انت على فكره، مش مساعداني ان انا عندي اللوك الاخير، مش مساعداني.